السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في دولة من الدول الأوروبية، في دولة من الدول القوية، ومنحة ممولة بالكامل. طيب خلينا نعرف تفاصيل هذه المنحة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في الدنمارك، تمام؟ الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة الدنمارك. طيب بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة اسمها جامعة روسكيلد، تمام؟ وطبعا جامعة معترف بيها عالميا وجامعة ليها ترتيب عالي جدا على مستوى العالم. طيب بالنسبة للدول المتاحة في المنحة دي، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط، يعني لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وحابب تدرس الماجستير بتقدر، لو انت مخلص بكالوريوس وحابب تدرس ماستر بتقدر، لو انت مثلا درست ماستر وعايز تدرس ماستر مرة اخرى برضه متاح، لكن درجة البكالوريوس او درجة الدكتوراه غير متاح التقديم عليهم في هذه المنحة. طيب ركز بقى معايا في التمويل عشان المنحة دي تمويلها كويس جدا. اول حاجة رسوم الدراسة كاملة بالمجان، انت مش هتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، تمام كده؟ طيب تاني حاجة إن هيكون في راتب شهري مقداره 7800 كرونة دنماركية، تمام؟ بما يعادل 1300 دولار أمريكي لتغطية تكاليف المعيشة، يعني أنت متخيل مبلغ زي ده هيغطي لك تكاليف المعيشة، وكمان هيكون في فائض ليك منه، فطبعا ممكن تدخره أو تستعمله في أي أشياء أخرى، فطبعا مبلغ كبير هيغطي لك كل تكاليف المعيشة من حيث سكن وطعام، تمام؟ طيب كمان عندنا ان الدنمارك طبعا من ضمن دول الاتحاد الاوروبي، وانت بدراستك في الدنمارك بيسمح ليك انك تخش دول الاتحاد الاوروبي كلها بدون تأشيرة، سواء المانيا، فرنسا، اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي بتقدر تخشها بدون اي تأشيرة او بدون اي تعقيدات، تمام كده؟ طيب كمان في العمل بدوام جزئي، ممكن انت مثلا تشتغل بجانب الدراسة، تمام؟ ويتطلع ليك مثلا مبلغ مالي بجانب الدراسة. وهناك في أوروبا بتحسب الساعة، الريت بتاعها عالي، يعني مثلا ممكن تلاقي الساعة فيما أعلى من 9 يورو، فمثلا ممكن تشتغل ساعتين ثلاثة يوميا، أو حتى في العطلات تشتغل في العطلات، تمام؟ الويك إند ممكن تشتغل بجانب الدراسة عادي جدا، وتوفر كمان راتب إضافي ليك، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، ما عندناش تخصصات كتيرة قوي، هي تخصصات يعني بتتمحور حوالين الإدارة العامة الدولية والسياسة، الفيزياء والرياضة، تصاميم المكانية والمجتمع، ماجستير في دراسات التخطيط العمراني، تمام، ماجستير في دراسات الاتصالات واللقاءات الثقافية. فأنت بتشوف التخصص المناسب اللي أنت عايز تقدم عليه وبتقدم عليه، مفيش مشكلة، يعني حتى لو مش ده تخصصك الأصلي وعايز تقدم على تخصص مشابه ليه مفيش مشكلة، بتختار أي تخصص من التخصصات دي المتاح فيها المنحة. وحابب انوه على حاجة، الجامعة دي بتقدم تخصصات كتير جدا، تمام، ولكن التخصصات المتاحة في المنحة هي دي فقط، يعني لو رحت انت وانت بتقدم رحت اخترت تخصص تاني غير دول فمش هيتحسب لك كمنحة، لازم تختار احد هذه التخصصات عشان تكون مؤهل للتقديم في المنحة، تمام. طيب هنا عندنا ملاحظة ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر، فهي متاحة لجميع الاعمار للتقديم عليها. كمان بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة للتقديم فيها، الأوراق مش معقدة، أوراق بسيطة. طبعا أول حاجة آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، يعني البكالوريوس بتاعك، أو لو أنت في آخر سنة من البكالوريوس بتقدر تقدم عادي جدا بشهادة السنة اللي قبلها، تمام، لحد لما تحصل على شهادة التخرج. كمان مطلوب منك صورة جواز سفر أو بطاقة الهوية، أو بطاقة الهوية، لازم ترفق بطاقة الهوية بتاعتك أو صورة جواز السفر، أي واحدة منهم مش مشكلة. كمان مطلوب حاجه اسمها الموتيفيشن ليتر او خطاب النيه، لازم ترفقه في الابلكيشن الخاص بالمنحه، تمام. كمان السي في بتاعك او السيره الذاتيه يجب ان هو يتم ارفاقه. كمان ركز بقى معايا في الحته دي، ارفاق اي شهاده لغه متاحه لديك او اثبات انك درست اخر مرحله دراسيه باللغه الانجليزيه. طبعا انت هتدرس احد هذه التخصصات باللغه الانجليزيه، المنحه دي ما فيهاش اعفاء من شهاده اللغه، يجب انك توفر اي شهاده لغه، ممكن توفر ايلتس، تويفل، او لو معاك اي شهاده لغه اخرى بيبقى موجود داخل الابليكيشن حاجه اسمها اذر، بتختار دي وبترفق اسم الشهاده بتاعتك، تمام. يعني مثلا انا كنت شرحت قبل كده فيديو سابق على القناه ازاي تحصل على شهاده لغه انجليزيه تكون مكافاه الى حد ما للايلتس والتويفل،
وطبعا هتلاقوا رابط الفيديو ده هيظهر لكم في اعلى الشاشه دلوقتي. فطبعا ممكن لو انتوا حابين مثلا تحصلوا على شهاده لغه انجليزيه اونلاين وترفقوها في التقديم للمنح، برضو ده بيكون شيء كويس ومش هيكون في اي صعوبه لاي حد اللي هو يحصل على شهاده اللغه. تمام كده. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 15 يناير 2021، ده اخر ميعاد، والدراسه بتبدا في سبتمبر 2021. كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو حابب تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح. في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي، بتقدر تستخدم الاوراق دي تقدم لاي منحة فيها بنفسك. تمام. والخدمة الثالثة خدمة التقديم في الكورسات عشان تزود من نسبة قبولك في المنح والفرص. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، بتملى الخدمة او بتملى استمارة الخدمة اللي انت عايزها واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب انا هنا حطيت لكم الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كافة التفاصيل، تعال نشوف الاعلان الرسمي هتلاقي كل حاجة مذكورة فيه. تمام. هتلاقي هنا السكولارشيبس، المنح المقدمة من الجامعة، هتلاقي التفاصيل المنحة هنا، الراتب الشهري تمام اللي هو 7800 كرونة دنماركية شهريا، هتلاقي اعفاء من رسوم الدراسة تيوشن في ويفر. تمام. كل التفاصيل دي هتلاقيها موجودة هنا، ودي التخصصات المتاحة اللي احنا اتكلمنا فيها، دي التخصصات المتاحة في المنحة. ولازم طبعا يتم اضافة بجانب التقديم في الابليكيشن بتاع المنحة اضافة السي في وخطاب النية. تمام. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح لكيفية التقديم في المنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. تمام. طيب الموقع ده يا جماعة ده موقع خاص بالجامعات الدنماركية، بيتم التقديم من خلاله على الجامعات الدنماركية. تمام. طيب انت كمستخدم جديد على الموقع يعني لسه مش عارف هتبدأ الابليكيشن ازاي، فأول حاجة لازم تعملها انك تروح تسجل اكونت الاول على موقع المنحة، فهتروح عند كلمة set me up as a user. تمام. وتضغط عليها وهيظهر لك الابليكيشن او هيظهر لك الريجستريشن بالشكل ده. تمام. تحط اسمك، اسم العائله، الدوله او الجنسيه بتاعتك، تحط ايميلك، تحط الباسبور او جواز سفر بتاعك او بطاقه الهويه، تضغط على دي اللي انت ما عندكش دانش سوشيال سيكيورتي نمبر، ولما تضغط عليها هيطلع لك بقى تكمل باقي البيانات، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، عنوانك، بلد الاقامه الحاليه. بعد لما تحط كل هذه البيانات بتضغط على كلمه كرييت، ويبقى انت كده عملت اكونت على موقع المنحه. تمام كده. طيب دلوقتي بقى المفروض ندخل على الابلكيشن، هتيجي تضغط على زر الرجوع هنا وبعدين تضغط على كلمه لوجن. تمام. عشان تحط بقى الايميل بتاعك والباسورد وتدخل للابلكيشن وتبدا تملى البيانات المطلوبه فيه. طيب ده الايميل بتاعي وده الباسورد، هعمل لوجن. تمام. عشان ادخل للابلكيشن. هيفتح معايا الابلكيشن دلوقتي وهنشوف ايه الاشياء المطلوبه فيه. تمام. طيب انا بالفعل كنت قدمت قبل كده، عملت 2 ابلكيشن. تمام. عشان اشرح لكم عليهم، بس خلينا دلوقتي نبدا من البدايه. هتيجي عند كلمه كرييت ابلكيشن وتضغط عليها عشان تختار الاول الجامعه وتختار التخصص. تمام. لان زي ما احنا قلنا ان الموقع ده هو موقع لمعظم الجامعات الدنماركيه، فهتيجي تختار من الانستتيوشن نيم، تختار اسم الجامعه، هتلاقي روسكيل يونيفرسيتي، تختار دي. تمام. طيب وتختار التايب اوف ايدوكيشن، ماستر ديجري، تعمل سيرش عشان يطلع لك التخصصات. تمام كده. هتلاقي هنا التخصصات هتظهر لك. تمام. طبعا الجامعه زي ما احنا قلنا بتلاقي فيها تخصصات كتير جدا. تمام. يجب انك تختار تخصص من التخصصات المتاحه في المنحه، مش اي تخصص وخلاص. تمام كده. فهتختار طبعا التخصص المناسب اللي يظهر معاك، مثلا فيزيكس مثلا، تختاره تضغط عليه وبعدين تضغط على موف اون تو كرييت ان ابلكيشن. تمام كده. طيب انا بالفعل عملت ابلكيشن، هوريكم ازاي بقى الخانات اللي بتبقى جوه الابلكيشن وايه المطلوب فيها. هروح للاستديو بتاعت الابلكيشن بتاعي، كنت عملت له درافت وعملت له حفظ عشان اشرح لكم عليه، وافتحه واشرح الاشياء المطلوبه فيه. تمام. طيب هيفتح معايا دلوقتي مثلا ده، هعمل ايديت ابلكيشن، تعديل عليه عشان اوري لكم ايه الاشياء اللي هتظهر. هتلاقي هنا ده الابلكيشن ودي السكشنز اللي مطلوبه فيه، كل سكشن من دول لازم انت تملاه. تمام. فطبعا على سبيل المثال بيرسون، السكشن ده اللي هو معلوماتك بقى الشخصيه. تمام. دي معلوماتك الشخصيه اللي انت حطيتها خلاص كده. تمام. بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده اللي هي اختيار
مكان الدراسة تمام، تختار هنا دي تمام second semester. بعد كده بتختار المتطلبات بتاعة المنحة، انك ترفق بقى بيانات ومتطلبات المنحة. طيب هنا بتحط بقى كشف الدرجات، بتحط شهادة التخرج، بتقول انك ما درستش قبل كده في الجامعة دي، تحط شهادة اللغة، ممكن تضغط على كلمة اذر لو انت عندك شهادة لغة مختلفة عن الايلتس او التويفل او كده تمام، او ما درستش اخر مرحلة دراسية باللغة الانجليزية، بتحط اذر، بتختار شهادة اللغة الخاصة بيك تمام. وهنا دي بقى تويشن في ويفر اند سكولرشيب اللي هي الخاص بالمنحة، بيقول لك عشان حضرتك تكون مؤهل للمنحة لازم تضيف موتيفيشن ليتر وسي في. يعني هنا لازم انت تحط تعمل تشوز فايل وتحط السي في بتاعك وتحط الموتيفيشن ليتر في الجزء ده تمام. وهنا الاديشنال ريفرنس دوكيمنت، فدي بالنسبه للشهادات الاضافيه، يعني لو عندك اي شهادات كورسات تقدير شهادات تطوع كل ده بتحطه في الجزء ده تمام كده. طيب بعد ما تخلص السكشن ده بتخش على السكشن اللي بعده اللي هو بيمنت، وركز بقى معايا في الجزئيه دي لان الابلكيشن ده فيه او المنحه دي فيها رسوم ابلكيشن تمام، ورسوم الابلكيشن شويه عاليه، رسوم الابلكيشن بتعادل حوالي 165 يورو، ولازم يتم دفع الرسوم دي عشان الابلكيشن بتاعك يكون مؤهل ان هو يتراجع. طبعا انت ممكن تعمل سبميت للابلكيشن، ممكن تبعت الابلكيشن بتاعك للمنحه من غير دفع الرسوم، ولكن لازم دفع الرسوم بحد اقصى اللي هو الديدلاين 15 يناير 2021 تمام كده. ممكن تبعته دلوقتي يتم مراجعته لو في اي اشياء ناقصه، ولكن لازم الدفع قبل 15 يناير 2021، فلازم تدفع الرسوم دي تمام. وطبعا الرسوم دي بتسترد، ممكن انت ترجع الرسوم دي في حاله اذا تم قبولك، لو تم القبول بتاعك بيرجعوا لك ال 165 يورو وبتتحول دايركت على طول سكولرشيب، او بيتحول طلبك على طول على اساس انه منحه وما بتدفعش اي تكاليف تانية اضافيه تمام. وطبعا حابب انوه ان المنح اللي بيكون فيها رسوم ابلكيشن بتكون منح ممتازه جدا، وبيكون نسبه القبول فيها كبيره لان التنافس بيكون عليها اقل وما بيبقاش ناس كتيره بتدفع رسوم الابلكيشن تمام كده. طيب بعد ما حضرتك بقى يعني خلاص بتعمل البيمنت او بتسيب السكشن بتاع البيمنت ده مثلا فيما بعد، بتضغط على شو ابلكيشن عشان تراجع كل الحاجات اللي انت حطيتها في الابلكيشن بتاعك تمام، تتاكد ان كل حاجه انت حطيتها تمام. فتلاقي هنا بيطلع لك الابلكيشن بقى بشكل كامل، كل ده الابلكيشن تمام كده، تلاقي بيطلع لك كافه التفاصيل تمام. وبعد كده بتضغط على السكشن اللي بعده اللي هو سند ابلكيشن، انك تبعت بقى الابلكيشن بتاعك للمنحه، وبتيجي بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن عشان يتبعت للمنحه تمام. وبيقول لك هنا الابلكيشن هاز بين ريسيفد، كده الابلكيشن بتاعك وصل للمنحه وهيتم مراجعته. المنحه هتراجع الابلكيشن بتاعك، ولكن رسوم الابلكيشن يجب يتم دفعها ايضا من الاشياء المطلوبه تمام. بتضغط على كلمه اوك، يبقى كده الابلكيشن بتاعك وصل بنجاح. طيب حتى هيظهر في الاستيتيو هنا، الاستيتيو بتاعت الابلكيشن، هتلاقي ان هو وصل وبيقول لك لو يعني تكمله الابلكيشن فيما بعد بيز ابلكيشن فيه، وهنا مكتوب عليه ريسيفد، وصل بنجاح للمنحه تمام كده. طيب كده بقى يبقى احنا شرحنا كل تفاصيل المنحه، الاوراق المطلوبه، وضحنا التمويل، وتمويل صراحه كبير وممتاز جدا ومغري، ودوله ممتازه من دول الاتحاد الاوروبي، واخر ميعاد للتقديم 15 يناير 2021، وطبعا نظموا كل الاوراق المطلوبه وابداوا في الابلكيشن بالراحه واحده واحده، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.